الكره الى غلاس، غلاس بدنيا انت في احسن احوالك. الثالث الثالث ثالث الاهداف بقدم البديل غلاس، غلاس يسجل الثالث ويضمن النقاط الثلاث للمنتخب الجزائري في كره اختطفت من اقدام البنينيين. غلاس استغل قوته البدنيه ليحسن مقارنه بكل لاعبين ما دام انه دخل بديلا. غلاس يسجل اول اهدافه بالوان المنتخب الجزائري، منذ زمان زمان لم نسجل ثلاثه اهداف خارج الديار. غلاس سعيد باول الاهداف ونحن وملايين الجزائريين سعداء معك يا غلاس، يحتفلون معك باول اهدافك مع الخضر، يحتفلون معك بالثلاثيه، يحتفلون معك بثلاثه نقاط. كم سيكون وزنها كبير في ميزان ما تبقى.